وبقدر إدراكنا لاختلاف التوجهات وتقاطع المصالح، فإن ذلك لا يمكن أن يبرر بأي شكل من الأشكال التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو أي سلوكيات من شأنها تقويض استقرار المنطقة وزيادة منسوب الاستحقاق والتوتر فيها وتعريض السلم والأمن الدوليان للخطر. وفي هذا الإطار تجدد تونس إدانتها ورفضها لاستهداف المدن الآمنة في المملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليستية وعمليات استهداف السفن التجارية قبال سواحل دولة الإمارات العربية المتحدة ومحطات ضخ النفط في المملكة، والتي تمثل تصعيدا يعرض الأمن الإقليمي للخطر وتهديدا صريحا لأمن وسلامة الملاحة الدولية وحركة التجارة العالمية. كما تشدد تونس على أن الأمن القومي الجماعي كل لا يتجزأ، وتؤكد انطلاقا من ذلك حرصها على أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة وكل البلدان الخليجية والبلدان العربية، الذي يمثل أحد أهم مقومات الأمن والاستقرار في عموم المنطقة العربية وفي العالم.